عشان نرسم اي باترون احنا محتاجين لارقام ومقاسات، وبناخد المقاسات والارقام دي ونحولها لخطوط وكيرفات. انا نانيس محمد يحيى، وانتوا دلوقتي في اصفر فيع. بفكركم بالسبسكرايب واللايك للقناة. عشان ابدأ اخد اي مقاس للجسم، اول حاجة اعملها اني احدد مكان الوسط. تاني حاجة هعملها اني ابقى واقفة بالجنب علشان ابقى شايفة كل تفاصيل الجسم، شايفة خط الماسورة واقف فين، قدام ورا. اول دوران الرقبة مش هخلي فيها براحة، ومش هخلي عموما في المقاسات براحة. هقفل على الماسورة كأنها بتقيس قميص، ياقة قميص. هاخد مقاس الصدر من فوق، الصدر من فوق، فوق ارتفاع الصدر. بعدين هاخد طول الخلف، هحدد بدبوس نهاية الكتف مع التقاء الرقبة. النقطة دي خلينا فاكرينها عشان نستخدمها كذا مرة. دلوقتي هنقيس منها ارتفاع او طول الخلف. للخلف النقطة من عند ارتفاع الكتف لحد الوسط، خط الوسط اللي انا عاملاه في الاول. بعد كده من نفس النقطة هاخد ارتفاع الامام برضو من نفس النقطة، وهطلع لحد اعلى نقطة من الصدر وانزل بالمصورة لحد الوسط. ده ارتفاع الامام، ارتفاع الامام لازم يبقى اكتر من ارتفاع الخلف. بعد كده هنعمل عمق الهنش او خط الهنش. ده هيبتدي من الوسط لحد اعلى نقطة في الهنش من ورا، اعلى نقطة. علشان احدد طول البلوزة او الجاكيت او الفستان، لازم نبتدي من النقطة اللي احنا حددناها في الاول، نقطة التقاء الكتف. زي ما احنا شايفين الماسورة مرة بالنقطة اللي فوق وارتفاع الصدر، ونزلة بعد كده بالطول اللي انا عايزاه ايا كان، فستان، بالطو، شاكيت، بلوزة. ومن خط الوسط احدد طول الجيب او البنطلون. عشان اجيب طول الحجر هحدد طول البنطلون من برا زي كده، وبعدين هحدد طول من الحجر بنفس الطريقة دي، وبعدين هطرح الطولين من بعض. الرقم اللي هيطلع هو ده ارتفاع الحجر او طول الحجر. دلوقتي انا هجيب دوران الصدر كلي، هقف بالجنب واشوف ارتفاع الماسورة ورا وقدام، اعلى نقطة من قدام ونبقى من ورا موازية ليها. هقف بالجنب عشان اقدر اكشف الماسورة كويس. دوران الوسط بعد كده هاخد دوران الهنش. انا بقف بالجنب عشان اقدر اشوف النقطة، اعلى نقطة في الهنش من ورا، وابقى شايفة ازاي الخط موازي للمصورة قدام ورا. دلوقتي هقيس عرض الظهر وعرض الكتف. عرض الظهر هنزل من عند خط الرقبة اللي في الخلف 12 سنتي، وهحط الدبوس، ومن نقطة الدبوس هقيس عرض الظهر. بعد كده هقيس عرض الكتف زي ما انتوا شايفين. ومن نفس النقطة اللي استخدمناها في الأول هقيس ارتفاع الصدر، أعلى نقطة لحد الصدر، وكمان هقيس المسافة بين الصدر، المسافة بين أعلى نقطتين في الصدر.
هزود في مقاسة الكتاب طول الكتف، هجيب النقطة من خط الرقبة لحد نهاية الكتف بالشكل ده، وكمان هجيب المسافة او الدوران تحت الصدر. الدوران ده هنستخدمه بعد كده في مريلات كتير. انا كده خلصت المقاسات، خليني افكركوا تاني ان انا مش هحط اي براح في المقاسات، كل المقاسات هاخدها مظبوطة على الجسم. بعد كده هعرض شوية الادوات اللي احنا هنستخدمها. انا جاتلي اسئلة عليها كتير، ايه هي الادوات اللي ممكن نستخدمها وايه الادوات اللي موجودة في السوق؟ كل الادوات دي موجودة دلوقتي في السوق. الورق الاولاني ده اللي انا ماسكاه ده ورق شفاف، مش ورق زبدة، ورق شفاف، ده موجود عادي في المكتبات. انا بستخدم في الرسم نوعين من الورق، ورق مدني وورق شفاف. الورق المدني ده ورق تقيل عن الورق الشفاف، برسم فيه الرسمة الاساسية دايما من اي حاجة، الجسم او الكم او البنطلون ايا كانت، وبعد كده اشف على الورق الشفاف، ودي حاجات هنعرفها في الفيديوهات اللي بعد كده. الورق المدني دايما لأساس البطرون للمقاس الواحد، أساس الجسم والكم لنفس المقاس، وبعد كده أشف وأعمل كذا موديل من رسمة واحدة. كل دي تفاصيل هنعرفها بعد كده. الألوان مهمة جدا في الرسم لأنها بتوضح الرسم، وخصوصا لو الرسمة فيها تفاصيل كتير وصعبة. الإقلام الجاف مهم لما هعمل خطوط رفيعة ومش عايزاها تتمسح. كل إقلام الجاف رشتها هتبقى 7/10 ملي أو 0.5 ملي. بستخدم نوعين من اقلام الرصاص، اقلام 6B ودي بتبقى تقريبا قريبة من الفحم عشان تبقى الرسمة تقيلة وواضحة. قبل ما بستخدم القلم 6B بستخدم قلم اقل شوية HB عشان لما امسح اي حاجة الرسمة ما تتبهدلش، يعني برسم بالHB وفنش بال6B. كل الالوان الخشب دي للتفاصيل، الوان الفلوماستر الرفيعة او الضغينة للفينش النهائي. دي الجمعة عندنا في اسكندرية والاسديكة في اي حتة تانية غير اسكندرية. دي دبابيس، انا بحب استخدم الدبابيس الرفيعة والطويلة. ودي الماسورة. وده الجلو او اللزق بتاعي. ودي اسمها روليت. الروليتا ليها استخدامات كتير هنعرفها قدام. وده المقص بتاعي، مقص القماش ومقص الورق. الكتاب، كتاب بوركو، الكتاب اللي هنشرح منه الموديلات والتفاصيل اللي بعد كده. احنا بنستخدم بطرون بورجو في كل موديل سواء كان في الكتاب او اي موديل هنعمله بعد كده. وده الكيرف بتاعي، الكيرف ده موجود في كل محلات الخياطة وليه اشكال كتير. دي مسطرة 60 سنتي وفي مسطرة تانية متر.
كلها موجودة في السوق دلوقتي، حتى الكيرف ليه أشكال تانية برضو موجودة في السوق. ممكن الحاجات دي نلاقيها في المكتبات، بس المكتبات الكبيرة ومكتبات فنون جميلة وكلية هندسة، وممكن كمان نلاقيها في أماكن بيع مسلسمات الخياطة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأنا مستنية أي استفسار في الفيديو ده أو أي فيديو قبل كده. متنسوش السبسكرايب ولايك للقناة. أشوفكم الفيديو.